ده كان موضوع مهم جدا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، وعايز اتكلم برضو النهارده عوده الفريق الاول لاول مباراه وديه ليه بعد غياب حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع. يعني ما تاخروش علينا، بقى لهم اسبوع 10 ايام ولا اسبوعين، ولكن دايما بيوحشونا، بقى لهم اسبوعين ثلاثه، اسبوعين بالكثير قوي النادي الاهلي لعب اخر مباراه ليه، وبالتالي اسبوعين ولعبنا مباراه وديه. النهارده كانت اولى المباريات الوديه. النادي الاهلي استفاد كتير جدا جدا من هذه المباراه، ولكن الناس كلها بتحتفل بمحمد محمود. محمد محمود واحد من افضل اللاعبين اللي جابهم واستقدمهم النادي الاهلي خلال الفتره السابقه او خلال السنتين اللي فاتوا، ولكن حظه العاسر الحقيقه ان هو دايما بيجي له اصابه بتقعده 6 شهور أو 7 شهور. ان شاء الله ربنا يبعد عنه الاصابات، يعني خمسه وخميسه اهو عمالين نعمل خمسه وخميسه، ولكن محمد محمود قياده جيده جوه الملعب، لاعب رائع، وكان النهارده بيرتدي شاره قائد النادي الاهلي، يعني في وسط هؤلاء الشباب اللي كانوا موجودين، وعمل ركله جزاء رائعه الحقيقه بترقيصه رائعه. ان شاء الله محمد محمود يكون له دور جيد جدا ان شاء الله خلال الفتره القادمه مع النادي الاهلي. بالمناسبه اللقطه اللي امام حضراتكم دي مهمه جدا جدا جدا. احمد عبد القادر هو لاعب النادي الاهلي دلوقتي، انا شايف ان البعض بيقصوا عليه في في النقد، لانه على السوشيال ميديا يعني بينتقدوا احمد عبد القادر كتير جدا، وده حق الناس، مفيش اي مشكله، انا ما بتضايقش من اي نقد الحقيقه، لانه النقد ده هو اللي بيرجع اللعيب مره تانية. ممكن يكون هو طالما نقد ايجابي طبعا، وهو ممكن يكون الولد او الكابتن احمد عبد القادر يعني شايف نفسه شويه او حاجه بسيطه كده، فالنهارده جمهور النادي الاهلي رجعه تاني. والنهارده بالمناسبه عايز اقول لحضراتكم دي حاجه خاصه لينا احنا هنا في قناه الاهلي، ان احمد عبد القادر موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ اجتمعوا معايا بعد المباراه مباشره، ويعني عنفوه، مش عشان الهدف ضاع، ولكن علشان احمد لازم يعرف ان انت بتلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي مختلف عن اي حد تاني. النادي الاهلي لا، حطها وتضيع، حطها صح او حطها عدل او حطها بالطريقه اللي انت عايزها، ولكن ما يبقاش فيها رعونه. وهو ده اللي اتقال له النهارده، اتقال للكابتن احمد عبد القادر النهارده، واعتقد ان هي قرصه ودن بسيطه جدا. وهتشوف احمد عبد القادر ده خلال الفتره اللي جايه هيبقى عامل ازاي، هيبقى واحد من المؤثرين جدا داخل النادي الاهلي، لانه عنده كره قدم، وعنده احنا محتاجين في هذا المكان مجدي قفشة ووليد سليمان ولاعيبه كتيره جدا في هذا المكان، وبيرسيتاو ممكن يلعب وميكيسوني ممكن يلعب في هذا المكان، ولكن احمد عبد القادر له نكهه خاصه، لعيب من طراز فريد. الحقيقه بندور دايما لما بتيجي تدور على حد في هذا المكان لازم تبص على حد زي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر عنده مقدره ان هو يعمل لك ثرو باس في وسط 10 لعيبه، وفي نفس الوقت يقدر يجيب جول، وفي نفس الوقت يقدر يدافع كويس، فعنده مميزات جيدة جدا. محتاج كان بس النهاردة ان هو ينزل على الارض تاني، وتعرف ان انت بتلعب باسم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مختلف عن اي حد تاني. زي ما قلت لحضراتكم في البداية ليه النادي الاهلي مختلف من الناحية التسويقية ومن ناحية الاعلانات ومن ناحية اسم النادي الاهلي، والرقم اللي بتشتري بيه اسم النادي الاهلي ده رقم كبير جدا عشان تسوق نفسك، يعني مش عشان حاجه، ولكن عشان تسوق نفسك ده رقم كبير جدا جدا جدا، فلازم تبقى عارف ان انت بتلعب او تحمل 10 نجوم على التيشيرت بتاعك يا احمد. فالنهارده الحقيقه وبعد المباراه مباشره دخل لاوضه اللبس، وكابتن سيد عبد الحفيظ ومستر موسيماني قعدوا معاه، واعتقد ان هم فهموه بشكل او باخر ان مش عايزين رعونه، احنا عايزين تلعب مباراة تكسب المباراة، ولكن لما تنظر على الجانب الآخر استفادات كثيرة جدا جدا استفادها النادي الأهلي من هذه المباراة الودية اللي كانت مذاعة حصريا بالمناسبة على شاشة قناة النادي الأهلي. وفي نفس أنا بشكر كل طبعا اللي بيشيدوا، أو إدارة القناة طبعا بتشكر كل بيشيدوا على السوشيال ميديا باللي حصل النهاردة والشكل اللي كان منقول بيه المباراة، وده احنا دايما بنعمله عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، او اداره القناه بتعمله عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، ودايما بيكون هناك اتفاق ما بين الاداره وما بين النادي على كل شيء الحقيقه. والنادي النهارده بممكن نكون او ازعنا المباراه بالفعل، وكان هناك شكل رائع جدا جدا، استفاد النادي الاهلي من الناحيه الفنيه، استفاد جمهور النادي الاهلي من ان هو اتفرج على المباراه على قناته وعلى
زي ما حضراتكم شايفين منظر رائع. احنا الحقيقة دايما كنا بنصور من الناحية التانية، ولكن بعد ما تم إزالة المدرج القديم اللي كان دايما بقول الكلمة دي لأنها كلمة مهمة جدا، كان المدرج قايل للسقوط. فمن ساعة ما مجلس إدارة النادي الأهلي شال المدرج ده، والحقيقة بقى التصوير من الناحية التانية. لكن عموما شفنا النهاردة مباراة ما بين الفريقين، ما بين نادي الأهلي وما بين نادي بتروجيت اللي بيمسكه طبعا أو المدير الفني النجم الكبير كابتن ربيع ياسين، أحد أهم رموز النادي الأهلي في فترات طويلة جدا جدا. كابتن ربيع ياسين واحد من اللي لعبوا باكات ليفت الحقيقة، وعملوا شغل رائع جدا جدا مع النادي الأهلي، هو المدير الفني. وبالمناسبة النادي الأهلي لو وصل لدور نصف النهائي في كأس مصر أو الدور قبل النهائي لكأس مصر، هيلاعب بتروجيت في نصف نهائي او في قبل نهائي كاس مصر، وبالتالي هي مباراه كانت مهمه جدا. استطاع منها موسيماني ان هو زي ما انتم شايفين ادي كهربا ووليد سليمان وطاهر، شاف معظم الصفقات الجديده، يمكن ميكيسوني وبرستاو زي ما حضراتكم عارفين لسه راجعينه او بيعتبروا مع الدوليين لان كل الدوليين ما لعبوش، وبالتالي حسام حسن لعب، كريم فؤاد لعب، احمد عبد القادر لعب، عمار حمدي لعب النهارده وكان متميز جدا جدا. لعب الشوط الاول عمار وكان متميز جدا جدا الحقيقه، وادى مباراه رائعه وحصل على اشاده الجميع على كل مواقع التواصل الاجتماعي. دي برضو لعبه عملها ومحمود وحيد عملها بالعرض ووليد سليمان حطها، ولكن انتهت المباراه. يعني احنا ما بنبصش لنتيجه المباراه قوي على قد ما بنبص، خد بال حضراتكم اللعيبه دي ممكن تكون عامله حمل تدريبي عالي قوي امبارح. يعني معظم اللعيبه اللي حضراتكم شايفينها امبارح عاملين تمرينه تقيله، تمرينه مش خفيفه يعني عشان عندك ماتش وكده، لا، ولكن هي المباراه دي بتبقى حصه تدريبيه علشان موسيماني يطمن على اللياقه البدنيه للاعبين وعلى الشكل الفني اللي هو عايز يلعب بيه خلال الفتره اللي جايه، وعلى بعض اللاعبين. اتفرج على حسام حسن، اتفرج على كريم فؤاد، اتفرج على عمار، اتفرج على بقيه اللاعبين، اتفرج على مجموعه رائعه من الناشئين الحقيقه. وانا بهني كابتن خالد بيبو الحقيقه رئيس قطاع الناشئين على وجود مثل هؤلاء الناشئين اللي موجودين في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وحاجه رائعه جدا. بص الكره دي واحنا بنتكلم عمار حمدي، بص عمار حمدي مغطي ازاي وعامل ايه، الحقيقه واحد من اللاعبين الجيدين جدا جدا، واللي زي ما قلت لحضراتكم استثمار رياضي واستثمار فني. الاستثمار الفني زي ما حضراتكم شايفين كده قد ايه عمار نضج عن سنتين فاتوا عشان لعب مع نادي الاتحاد السكندري، نادي كبير ونادي عريق وواحد من اهم الانديه في مصر كلها الحقيقه. فحاجه جميله جدا ان احنا نشوف عمار حمدي بهذا الشكل، احمد عبد القادر بهذا الشكل، نشوف بقيه اللاعبين بالشكل اللي ظهروا بيه، ومكاسب عديده جدا للجهاز الفني للنادي الاهلي، وان شاء الله تتعدد المكاسب.